السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمحطة الجديدة تاع البيرين، واللي هي واحدة من 5 محطات تقع في ولاية الجلفة على خط الهضاب العليا للسلك الحديدية والطراز يعني مع عصري، واللي انتهت الأشغال بها وسوف إن شاء الله تفتتح في غضون السداسي الأول أو الثاني من السنة 2023. أترككم مع هذه المحطة والسلام عليكم.